قالت نقابة الصحفيين التوانسة إنها سجلت 20 اعتداءً أمنياً استهدف صحفيين ومصورين أمس الجمعة أثناء تغطيتهم لاحتجاجات وسط العاصمة تونس. وأدانت النقابة ما عدته عنفاً منهجياً وإيقافات مارستها قوات الأمن، ما يكرس دولة القمع البوليسي عوض دولة الأمن الجمهوري وفق تعبيرها، ما يمثل خطوة إلى الخلف نحو مزيد من التضييق على الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة. وأضافت نقابة الصحفيين التونسيين أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس، منادية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد من انخرط في أعمال العنف. بات الإعلام محط انتقادات مكثفة من قبل الرئيس سعيد في الآونة الأخيرة، وحريته مثل باقي الحريات صارت اليوم مهددة كما يقول أهل القطع. الضغط على الإعلام العمومي ومساعي السيطرة عليه من خلال فرض صوت واحد عليه، والاعتداءات الأخيرة التي طالت الصحفيين ووثقتها نقابتهم في بيان صادر عنها، مؤشرات واضحة للتحكم فيما يعتبره التونسيون المكسب الوحيد المتحقق من ثورتهم. التلفزيون ممنوع على الأحزاب السياسية أن تدخله، أصبح ما يتحدث في وجهة نظر واحدة وهي مساندة لرئيس الجمهورية. وأيضا هذا إذا أضفنا إليه الاعتداءات اللي متكررة من المواطنين حتى من المتظاهرين. يقول معارض الرئيس أنهم لن يفرطوا في حقوقهم الدستورية في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي، ويعتبرون التضييق على الحقوق الدستورية دليلا على تخبط ما يصفونه بسلطة الأمر الواقع وارتباكها. مش نناضلوا ضد الاستبداد، ضد إصابة عصابات ولا تخطف العباد، تخطف في الفرحة، تخطف الأحلام، تخطف في الثورة. يرى المتابعون لشأن التونسي أن ما يحصل من تضييقات على الحقوق والحريات هو ثمرة المبالغة في توظيف قانون الطوارئ الذي بات مسيسا ويجري استعماله في اتجاه واحد ضد الخصوم. اليوم أمر الطوارئ يفعل بشكل مخجل لدولة معناتها أنجزت ديمقراطية وبعد 10 سنوات، مخجل للمسار الديمقراطي. رغم أن الرئيس أكد في أكثر من مرة على احترام الحقوق والحريات وقال إنه لا يشملها قرار تعليق أغلب فصول الدستور، إلا أن التهديدات لهذه المكاسب بحسب كثيرين صارت أمرا واقعا. كشف التعامل الأمني العنيف مع المواطنين والصحفيين خلال مظاهرات عيد الثورة حجم التهديد الذي تعيشه الحريات منذ 25 من يوليو، تعامل حرك مخاوف كثيرين من إمكانية عودة البلاد لمربع القبضة الأمنية وإلجام الأصوات. علي الجسمي، العربي، تونس. وأثارت الاعتداءات الأمنية التي شملت متظاهرين وصحفيين خلال المظاهرات بمناسبة ذكرى إسقاط نظام بن علي في تونس ردود فعل منددة، كما أثار التدخل الأمني لفض هذه المظاهرات مخاوف من توظيف أجهزة الدولة للتضييق على الحقوق والحريات وضرب أهم مكاسب الثورة. ومن جانبها قالت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين وأمعنت في إهانة وتعنيف من تم إيقافهم. كما استنكرت الهيئة تأخير السماح للمحامين بالدخول إلى المقرات الأمنية لحضور عملية بحث الموقوفين والتضييق على أعضاء الهيئة أثناء أداء واجبهم المهني ومراقبتهم للمظاهرات. أيضا في تونس، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل قليل، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها حسب بلاغ للرئاسة التونسية. وهاجم سعيد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع أمس الجمعة في ذكرى الثورة، مشددا أن عيد الثورة في تونس هو 17 من ديسمبر وليس 14 من يناير. وأكد الرئيس التونسي رفضه كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي على حد وصفه، كما حث من وصفهم بالقضاة الشرفاء لأن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم للمشاركة في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
وأيضا قبل قليل كان الاتحاد العام للشغل في تونس يقول إن أمينه العام نور الدين الطبوبي اجتمع مع الرئيس قيس سعيد لمناقشة الوضع العام في البلاد في أول لقاء بين الرجلين منذ 25 من يوليو الماضي وإعلان الرئيس سعيد للتدابير الاستثنائية في البلاد. نقل مراسل العربي عن مصادر في المنظمة النقابية أن لقاء سعيد والطبوبي دام 4 ساعات وكان بطلب من رئاسة الجمهورية. حول هذه التطورات في تونس عبر سكايب ينضم إلينا الصحفي ومدير موقع الرأي الجديد صالح عطية. تحياتي أستاذ صالح. دعني أبدأ معك مما تحدث به الرئيس التونسي قبل قليل في اجتماع مجلس الوزراء وحديثه عن المتظاهرين. هم 10 ومئات، قلل من أهميتهم، وأيضا يعني أعاد التذكير بقرار اتخذه أن 14 يناير ليس عيد الثورة بل هو 17 ديسمبر. تعليقك أولا على ما تحدث به الرئيس التونسي. أهلا وسهلا بك طبعا وبالعربي التلفزيون العربي ومشاهديك الكرام. أهلا وسهلا. أعتقد أنه نفس الجمل يكررها رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة الآن، لم يعد جديدا لدى رئيس الجمهورية جديد يقول للتونسيين غير هذه الجمل: القضاء فاسد والإعلام فاسد والأحزاب فاسدة والسياسيون لم يعودوا يصلحون للمرحلة وهو الذي وحده يصلح لهذه المرحلة. هذا هو خطاب الرئيس في محصلته في نهاية الأمر، ليس هنالك جديد. يفترض في رئيس الجمهورية أن ينصت إلى الشعارات التي رفعها المتظاهرون أمس، أن ينادي عليهم، أن يجلس إليهم، أن يستمع إليهم، أن يحاورهم، أن يحاول أن يبحث عن مشتركات معهم لبناء مشروع سياسي جديد تحتاجه وتتطلبه البلاد في المرحلة المقبلة. للأسف هذا هروب للأمام من جديد من رئيس الجمهورية يمارسه ويمعن في ممارسته أكثر من أي وقت مضى، يضيع علينا في الحقيقة وعلى تونس فرصا كبيرة نحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرها بها البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. صندوق النقد الدولي على سبيل المثال في جملة لو سمحتي، صندوق النقد الدولي يعني كان لديه موقف اليوم سلبي جدا من المفاوضات مع الحكومة التونسية، ورغم ذلك الرئيس ممعن في هذه السياسة التي يمارسها إن كانت تسمى سياسة، ممعن في الإقصاء، ممعن في عدم الحوار والتشاور مع المكونات السياسية والمجتمع المدني يعني المنظمات المهنية المهمة في البلاد. طيب، ولكنه على ما يبدو أقبل على الحوار مع الاتحاد التونسي للشغل. لقاء جمع سعيد والطبوبي دام ل4 ساعات وجاء بعد أشهر وجاء في اليوم التالي من ذكرى الثورة، وكان الاتحاد يعني لم يكن له تواجد في الشارع البارحة. ما القراءة في هذا الاجتماع سيد صالح؟ ما توقعاتك؟ ما جرى بين الرجلين؟ نتمنى على كل حال أن يفرز شيئا ما هذا اللقاء، ولكن سيكون في تقديري مثل اللقاءات السابقة، ويحاول أن يجد اختراقا داخل الموجة المعارضة له. حاول أن يجلب اتحاد الشغل لصفه أكثر من أن حتى لا ينخرط الاتحاد في الموجة، موجة المعارضة له من بين الأحزاب والمكونات الأخرى والمنظمات الاجتماعية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ليس لديه ما يقدمه الاتحاد عن كرسي الشغل الذي يطالب بزيادات في الأجور، يطالب بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، يطالب بسوق شغل توفر شغل للعاطلين عن العمل في تونس، ويطالب بتفعيل يعني الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد بين الاتحاد والحكومة. كل هذا ليس لدى رئيس ما يقدمه للاتحاد عن تونسي للشغل. إذا كان هذه الدعوة لتأسيس حوار جديد يقصي الأحزاب ويستقبل فقط الاتحاد عن تونسي للشغل، لا أعتقد أن الاتحاد سيقبل بهذا. لكن في كل الأحوال أنا شخصيا أرحب بهذا الحوار ونتمنى أن يكون الفاتحة لتشين حوار مع كافة. معلش لنفصل أكثر، يعني طالما الاتحاد يقدم نفسه بأنه هو الطريق الثالث في تونس، وحضرتك ترى أنه الرئيس سعيد لن يقدم للاتحاد أي من مطالبه النقابية التي تأتي من طبيعته كمنظمة نقابية، ولكن يعني الاتحاد العام التونسي للشغل بالذات دائما كان له أثر في الحياة السياسية وفي المسار الديمقراطي في تونس. فإذا يعني
إذا كان لا يستطيع سعيد تقديم شيء لاتحاد للشغل، لماذا هذا اللقاء بأربع ساعات؟ ما الذي كانوا يتأملونه برأيك؟ في تقديري اتحاد الشغل أراد أن يبلغ وجهة نظر من يعني المكونات السياسية التي يستقبلها دائما من عام اتحاد الشغل، وأراد أن يعبر له بأن الأزمة بلغت أوجها الآن وتحتاج إلى حوار وطني. طبعا اتحاد الشغل لديه رؤية لهذا الحوار الوطني، هو يقصي بعض الأطراف منها، لا يريد أن تجلس إلى الحوار الوطني، ولكن يريد إجراء حوار مع المكونات السياسية، ولا يعتبر أن الأحزاب السياسية خارج سياق الحوار الذي يطرحه الاتحاد العبتوسي للشغل. يريد أن يقنع رئيس الجمهورية بهذا الموضوع. بالتأكيد لبين عام اتحاد الشغل حسب بعض المعلومات التي لدي قدم له صورة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي جدا والذي يزداد ترديا يوما بعد يوم، قدم له صورة عن صورة تونس أيضا في الخارج الآن من خلال التقارير الصحفية التي يطلع عليها الاتحاد عن كثب. الآن الصحف البريطانية، الأمريكية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية تتحدث بشكل سلبي لا مثيل له في تاريخ تونس، حتى في تاريخ الاستبداد مع زين العابدين بن علي. اليوم في تونس صورة تونس يعني صورة سيئة جدا في الخارج، الصحفيون ينتقدونها في الخارج، السياسيون ينتقدونها، الحكومات تنتقدها، المجالس المهمة والدولية والإقليمية تنتقدها. لم نصل في أي مرحلة من تاريخ تونس في هذه الصورة التي عليها اليوم البلاد. بالتأكيد الاتحاد نقل هذه الصورة ويريد من الرئيس أن يتفاعل معه. هل يتفاعل الرئيس فعلا؟ في تقديري هذا غير متوفر، لأن الرئيس لا يريد هذه المنظومة ككل بما في ذلك الاتحاد عم تونسي. نعم سيد صالح، يعني أخيرا لنعود لما تحدث به الرئيس قيس سعيد قبل قليل في تعليق على ما جرى البارحة، لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة، الجهات المشبوهة التي تحاول تدخل في الشأن الداخلي. هذه الجزئية دعنا نربطها مع كل البيانات التي خرجت من هيئة نقابة الصحفيين وأيضا هيئة مراقبة مقاومة التعذيب، وما جرى البارحة من قبضة أمنية لقمع المظاهرات. ربط هذا بذاك وتوقعات إلى أين من هنا؟ يعني الآن بعد الخروج المهم في تقديري للمعارضة التونسية وخصوم الرئيس قيس سعيد، لأنه بعد كل ذلك يعني الزخم من المنع الذي مارسه البوليس أمس في تونس، كل تلك الإجراءات التعسفية التي مورست على المتظاهرين، كل ذلك تلك الاستعدادات التي سبقت تلك المظاهرة من يعني مربعات حديدية وقع نصبها في كامل أرجاء العاصمة التونسية والمداخل المؤدية إلى ما نسميه بشارع الثورة، بعد كل ذلك وتخرج تلك المظاهرة بتقريبا نحو 3000 إلى 3500 متظاهر، اعتقادي أن هذا كان مكسبا مهما للمعارضة التونسية، وكان فشلا ذريعا للمؤسسة الأمنية بهذه التعليمات التي تلقونها من رئاسة الجمهورية. في تقديري هنالك نكسة أو انتكاسة حصلت للسلطة في تونس أمس، وكان يوما حزينا للسلطة في نهاية الأمر، لأنه رغم كل ما حصل للمعارضة هي انتصرت بالخروج أولا وبرفع شعاراتها وبالوصول إلى شارع الثورة ولو في مستوى بعض المربعات لهذا الشارع. لذلك الرئيس يمعن الآن في الهروب إلى الأمام كما قلت منذ قليل من ناحية، ولكن أيضا هذا الخطير أنه يمعن في معارضته لخصومه بدلا من مناداته عليهم ودعوتهم للحوار السياسي ولو بشروط الرئيس. هنالك من يقبل الآن في تقديره، هناك دعوات حتى من المعارضة للجلوس إلى الرئيس ودعوته للحوار السياسي. للأسف هذا محاولة جديدة من رئيس الجمهورية لمعركة كسر عظام في تونس لا نحتاجها، لا تتطلبها المرحلة الآن في تونس. كيف ستواجه هذا المعارضة؟ اعتقادي أنها ستصر على مواقفها، لأن هذا الدليل فشل من رئاسة الجمهورية وليس دليل نجاح، هذا الدليل على إرباك داخل المؤسسة الرئاسية وليس دليل محاولة للخروج من الأزمة. أشكر وجودك معنا من تونس، الصحفي ومدير موقع الرأي الجديد صالح عطية. مساءك سعيد.